شو أخبارك؟ منيحة. بس خجلانة كتير. قالولك شو عملت؟ أنا عملت عيب وغلطت بحق السلطانة الأم، ومعها حق تزعل. انسي كم يوم وبينسوا اللي صار. وبدي اشكرك مشان هداك اليوم. ليش؟ مشان البروش يلي كان معي. منيح اللي قلتي انه هدية منك. هلا فهمت عليكي. بلي مني هي خديجة. شو عم تعملي؟ شو حلو، بس خليه لإلك. خديها لو سمحت اقبليها، كتير بتلبق لك. بدي جيب هدية مميزة للسلطان، شو رأيك؟ شو فكرة تجيبيله؟ مفاجأة، وحناخد سيمبول معنا. المعلم آرام هو من أفضل معلمين الصدف والمرايا المزخرفة بكل الدولة العثمانية. شو رأيك بهالمراية المستطيلة؟ قولي لي خديجة، عجبك ذوقي؟ حلوة ما هيك؟ السلطان كل ما رح يطلع بهالمراية حيشوف وشي، وهيك ما رح ينساني. ايه حلوة كتير، وحتكون هدية كتير مميزة. خلي السلطانة تنتبه. بعد إذنك هيام خانم، انتبهي لا تكسريها. لا تخاف، ما بكسرها أصلاً، ريحتها بشعة. سنبل أغا، إلا للسلطانة هي الأنينة مليانة سم خطير، ما بتنمسك بالإيد، إذا احتكت بالجلد بتعمل جروح لا سمح الله. عم يقول في سم بالأنينة الصغيرة، وإذا احتكت بجلدك بتعمل لك جروح خطيرة كتير لا سمح الله، مثل ما عم يقول. وشو علاقة السم بالمراية؟ نحن مندهن قفا المراية بهذا السم يلي هو الزيبق، لحتى ما تنتزع ونحافظ عليها. المراية الخربانة بتبشعنا. قال المراية إذا ما دهنوها بهذا السم الخطير بيجوز تخرب يا سلطانة. هالدنيا شو فيها شغلات غريبة الواحد ما فينه يستوعبها. سبحان الله. قلي لي شو رأيك هيا؟ ظريفة؟ حلوة كتير، ظريفة. هل بدك يعني؟ خير إن شاء الله. شوفي وين نايمة نورهان اليوم؟ عم تنام بغرفة عايشة. طيب بدي شوفها لأعطيها الفرو تبعها. ما بيصير، لا تروحي، تركي البنت بحالة بقى. طيب فهمت عليك. شو رأيك أنت تاخدي للفرو؟ حرام، الجو بارد، خليها تلبسه معلش،
من شان ما تبرد، وقولي لها انه انا سامحتها. والله ما بعرف اذا هي رح تسامحك ولا لا.